أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض عن اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون، إيتاء للزكاة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حفظ العين والنظر والفرج إلا على الزوجة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظون الأمانات. والذين هم على صلواتهم يحافظون. الأول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك وين؟ هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما معنى الوارثون يا محمد؟ معنى الوارثون هي إنه الإنسان، كل إنسان إنه في الجنة مكانين وفي النار مكانين، فإذا عصى الكافر ربه ترك مكانه للمؤمن في الجنة فورثه المؤمن، وأما المؤمن فإذا أطاع الله ترك مكانه في النار للكافر فدخله الكافر، فورث المؤمن الكافر في الجنة وورث الكافر المؤمن في النيران. هذا أصل المسألة. ولذلك فهناك فرق ما بين المحسنين وبين المؤمنين. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب، هذا المؤمن الذي في ماله حق معلوم للزكاة، أما المحسن فقد قال الله عز وجل في حقه، قال الله عز وجل في حق المحسن: إن المتقين في جنات وعيون. من هم المتقون؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا 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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، ما قال معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالمحسنون أعلى درجة بما بالأعمال، لكن أصل دخول الجنة أصله برحمة الله سبحانه وتعالى. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنعرف الفرق بين الجنتين اللتين هما للمقربين وبين جنتين أصحاب اليمين من 10 أوجه فرق الله فيها عز وجل بين هذه الجنان وتلك الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل،
باشمهندس محمد معانا، ناخذ فاصل ومن ثم نعود مرة أخرى لنبدأ حديثنا عن قصور الجنة. ابقوا معنا. معك مشاهدينا، أنا مش قادر أقول ده، أخذ حبة مسكن وأجي. بسم الله وجه بسم الله. ماشي، بدي أخذ حبة مسكن وأجي. مية مية. ماشي. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي استراحة، استراحة حتى نرجع بإذن الله عز وجل إلى قصور الجنة. صراحة الحديث عن الجنة حديث يتجدد دائما في العروق وفي الدماء. الحديث عن الجنة حديث ماتع جدا لا يكاد ينقضي، لأنه حديث عن القرآن الكريم. سأكمل لكم الأخبار السعيدة والسارة، وأن الحديث إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن برنامج جميل في قناة نماء بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الخطوات منا ومنكم إن شاء الله في الدعوة في سبيل الله. والإنسان يعني كل منبر يستطيع منه من خلاله أن يدعو إلى الله عز وجل، فلا يقصر في هذا الميدان والمضمار. وأنا إخواننا كمان بدي أقول شغلة قبل ما نرجع للبث. أنا عملت بث مباشر جميل جدا، وكان البث المبارك مع الدكتور عبد الباري خلة، موجود هو البث قبل هذا في الصفحة، فرجاء ترجعوا لهذا البث وتحضروه، فيه حل لمشاكل كثيرة في هذا البرد الشتوي القارس. نسأل الله عز وجل أن يحوله إلى دفء في إيمانكم وقلوبكم وبيوتكم، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يدفئكم في الدنيا وفي الآخرة. إخواننا بالله عليكم تدعوا لأخونا أبو أحمد ذلك الإعلام البارز، إن شاء الله نسأل الله عز وجل بالشفاء العاجل، وأن يبقى يعني دائما مغردا في ميدان الدعوة. إيش كده؟ الله حياكم الله. يلا إذا نعود مرة أخرى ومع الشيخ فادي في دردشات إيمانية، هذه الحلقات التي حقيقة تشكل غذاء للروح في زمن وفي وقت نحتاج فيه إلى مثل هذا الغذاء. الآن طبعا بعد هذا الكلام الجميل وهذه المقدمة الجميلة اللي هي تعتبر جزء لا يتجزأ من حلقاتنا في دردشات إيمانية وفي وصف الجنة، حننتقل أنا الشيخ فادي تحدث عن قصور الجنة. هل هي قصور كتلك القصور التي رأيناها ونسمعها في الدنيا؟ ما الذي يختلف فيها؟